الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عبد الله، كم تساوي في ملك الله؟ لا أقصد القيمة، فقيمة المؤمن عند الله أكبر من قيمة بيته الحرام والسماوات والأراضي، وحرمته كذلك. فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لحرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك. لكن عبد الله، أنا أتساءل عن كم تساوي من حيث الحجم أو المقدار في كون الله. ولكي تستوعب الكون هناك نظريات كثيرة وتكهنات فظيعة عن حجم الكون، كل ذلك من اجتهادات بني الإنسان. فتعالوا بنا نرى ماذا قال الذي لا ينطق عن الهوى، ماذا قال الذي يخبر عن رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم عن الكون. قال صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلا. ولتفهموا التشبيه عليكم أن تنظروا للمسألة، ليس كما يصورها الإعلام الغربي على الأرض والسماء، أن ينظر إلى الأرض والسماء بنظرة علوية فكأنك في شاشة وترى الأرض والسماء. انظر إلى ذلك بعين الحقيقة، أنت ذلك الجرم الصغير جدا للغاية على هذه الأرض. وانظر للأجرام والكون من أسفل إلى أعلى، وليس من أعلى إلى أسفل. لتفهم الكون، قارن حجمك بالشقة التي تجلس فيها، بالشارع الذي تجلس فيه، بالبلدة التي تجلس فيها، بالمحافظة، بالدولة، بالقارة، بحجم الكرة الأرضية كم تساوي؟ ثم اعلم أن كل ذلك لا يساوي في حجم الشمس وفي حجم المجرة شيء، وكل ذلك لا يساوي في سماء الدنيا شيء. أنت بحجمك الضئيل هذا أشرف المخلوقات عند الله عز وجل. دعونا نفهم التصوير النبوي لحجم السماوات والأرض، ذلك التصوير الوحيد الذي يجب على المؤمن أن يعتقده اعتقادا جازما ولا يقبل ما يخالفه. لكي تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة. الفلاة هي الصحراء المتسعة والمستوية. امسك بخاتم من حديد، خاتم تلبسه في يدك، واذهب إلى فلاة، أي صحراء متسعة جدا، وتأمل تلك الفلاة وتأمل ذلك الخاتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع وما فيهن في الكرسي إلا كمثل هذا الخاتم في هذه الصحراء المتسعة الشاسعة. وعندما تمر على الصحراء تأمل هذا التشبيه، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العرش على الكرسي. وكلاهما مخلوقات عظيمة خلقها الله، فضل العرش غير الكرسي، فضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على هذا الخاتم، أي أن هذا الكرسي العظيم الذي يشبه بالصحراء المتسعة بالنسبة للخاتم الذي يشبه به السماوات والأرض، إن هذا الكرسي أيضا كمثل حلقة في فلاة. وأنت كم حجمك؟ كم نسبتك في ذلك؟ انظر للمسألة بتأمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ ذلك جزء من الحلقة الأولى التي شبهناها بالفلاة. قال صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على الحلقة. هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، أي ما بين الأرض وسماء الدنيا مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء 500 سنة، وسمك كل سماء 500 سنة، وسمك كل سماء 500 سنة،
وبين السماء السابعة والكرسي 500 سنة، وبين السماء السابعة والكرسي 500 سنة، وبين الكرسي والماء 500 سنة، وبين الكرسي والماء 500 سنة، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. إذا عرفت ذلك فاجعله في عقيدتك، ولا تسمح لإنسان أن يخدعك في ذلك، فإن الكون على النحو الذي أخبر عنه الصادق المصدوق، ولا تحتاج أن تعرف أكثر من ذلك. لا يلبس عليك الشيطان ويجعلك فوق السماوات السبع وفوق الكرسي وفوق الماء تنظر وتقول من خلق هذا، أنت جرم صغير لا يذكر في هذه الأحجام، أنت جرم صغير لا يذكر في هذه الأحجام. أنت هناك على الأرض، ذلك الكوكب الذي لا يرى ولا يعد في هذا الحجم الضخم، أنت على هذه الأرض بتلك الكتلة الصغيرة الضئيلة التي لا ترى بالعين المجردة، إن كان إنسانا يسير في طائرة تبعد عن الأرض بعض كيلومترات، أنت هنا، فانظر إلى الكون لأعلى، ارفع رأسك لأعلى وتخيل. عليك أن تتأمل ثم في الأرض ما يكفيك، ثم في الأرض ما يكفيك، عليك أن تتأمل ما تراه عيناك، ففيها من العبر ما يكفي، ومن عجيب صنع الله ما يصقل القلب ويعجب النفس. انظر إلى حركة الظل، الليل والنهار، الفصول الأربعة، كل ذلك دليل على التغيير، كل ذلك دليل على التجديد، كل ذلك دليل على البعث والموت، كل ذلك دليل على الرفع والخفض. وتأمل معي شيئا من مخلوقات الله بسيط، ألا وهو الفصول الأربعة، ألا تعبر عن عمر الإنسان، ألا تعبر عن أيام الإنسان، ألا تعبر عن أحوال الإنسان المتقلبة. ثم انظر إلى الزرع وخذ منه العبرة، هذا الزرع هو نموذج لما يمر به الإنسان في حياته على وجه الأرض، نموذج سريع يراه الإنسان أمام عينيه سريعا، هكذا الأجيال كمحصول زرع سريعا ما ينبت وسريعا ما ينتهي أوانه، هكذا هي أجيال الناس أيها الناس. إن الإنسان يبدأ طفلا صغيرا كبرعم في الأرض، ثم يشب كالنبتة الخضراء، ثم يصير رجلا ناضجا أو امرأة ناضجة من كل شيء، ثم يصفر ويزبل كالشيخ الهرم، ثم يموت، ثم تأتي الريح تلقيه يمنة ويسرة حتى يدفن في الأرض. أليس هكذا الإنسان؟ أليس هكذا الإنسان؟ إن من لا يعتبر بما في الأرض لا يعتبر بما في السماء، وفي الأرض عبر للمعتبرين، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي السماء هداية للمهتدين. فتفكر تهتدي، الكون كتاب الله المشهود، والقرآن كتاب الله المقروء، والتفكر عبادة من العبادات، وسبب من أسباب الهداية، وإبراهيم عليه السلام من الذين هداهم الله بالتأمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. انتظرونا.